مساء الخير عليكم جميعا، نتمنى تكونوا على ما يرام وفي احسن الاحوال. وفيديو اليوم هو بخصوص الاوبير، يعني كيفاش بامكانك تجي لبريطانيا تحت مظله الاوبير. من اكثر من سنه او بالتحديد من اول ما بديت في اليوتيوب كان حد سالني على الاوبير لبريطانيا وجاوبته والموضوع انتهى يعني. لكن من حوالي شهر تقريبا كل يوم حد منكم تيبعث لي تيقول لي راه هناك عائله في بريطانيا بعثت لنا، واللي تيقول لي بعثت لي عقد اني نجي نشتغل كمربيه تحت مظله الاوبير، اللي تيقول لي بعثت لنا واحد العائله غادي تجيبنا غنجيو عندها كاوبير، لكن طالبه منا واحد الفلوس باننا نعطيو واحد مبلغ مالي كضمانه ونحولوه عن طريق واحد الويب سايت لان غادي نقول اسمه من بعد. فانا ملي شفت الموضوع اكثر قلت خليني ندير فيديو باش الجميع يستفيد. ف اول حاجه اللي غدا نبدا بها هو تعريف بسيط للاوبير. ما هو الاوبير؟ الاوبير هو عباره عن نظام او برنامج تبادل ثقافي، من خلاله تيجي واحد الفرد الى دوله اوروبيه او ربما امريكا او كندا او ما شابه، تيجي تجلس مع واحد العائله مضيفه. هذيك العائله توفر له المسكن والماكل ومصاريف الجيب، بوكيت ماني او ارجون دو بوش، لا تعطيه راتب، تعطيه ارجون دو بوش، لكن في نفس الوقت تيكون هو تيدرس ويتردد على مدرسه او معهد يدرس وجالس مع هذه العائله المضيفه مقابل انه يقوم بواحد الاعمال عندهم في البيت، سواء يقوم بتربيه بمساعده برعايه الاطفال او بعض الاعمال في البيت وهكذا. لكن هو لا يعتبر employee، يعني لا يعتبر عامل عند هذوك الناس. هو هذا يعني تبادل ثقافي، والأوبير ليس مهنة. في كثير تنشوفهم في اليوتيوب لما تشرحوا الأوبير تقول لك مهنة الأوبير. الأوبير ليس مهنة، الأوبير برنامج تبادل ثقافي. ما كاينش واحد الحاجة أيضا اسمها فيزا أوبير على الاقل لبريطانيا. في قاموس الفيزا البريطانية لا يوجد حاجه اسمها فيزا اوبير. ف غادي نعاود التعريف ديال الاوبير. الاوبير برنامج تبادل ثقافي فقط. فكيفاش تجي الى بريطانيا عن طريق هذا الاوبير؟ فاذا انت من دوله اوروبيه فاول حاجه طبعا لازم تكون انت مسجل في مواقع الاوبير او الايجنسيز اللي تشتغل في الموضوع الاوبير، تكون مسجل حاطط البيانات ديالك، حاطط المعلومات ديالك. فاذا انت من دوله اوروبيه وحامل الجنسيه الاوروبيه يعني الموضوع ابسط بكثير. العائله تتواصل معك، تتقدم لك، تتعطيك فكره على الحاجات اللي هي غادا تقدمها لك. غتقول لك مثلا نفرض هذه ام تشتغل، غتقول لك انا اشتغل فول تايم، محتاجه لحد الاطفال هنا عندنا معروفين تكملوا المدرسه على الساعه 3، كل بغيت شي حد يجيب لي الاطفال من المدرسه من الساعه 3 ويجلس معهم لغايه الساعه 6 لاني انا سنوصل البيت الساعه 6. فعندك واحد تسلايك 3 ساعات شغل تجيب الاطفال وتجلس معهم. هذا مثال. فمي تتفاهم مع ديك العائله، العائله تتبعت لك، تمشي هذاك الشخص. هذا اذا كان اوروبي الجنسيه فالموضوع جد بسيط، لا يحتاج الى فيزا. لو انت لست اوروبي الجنسيه وهذا هو اللي تهمنا، هناك نوعين من الفيزا اللي ممكن تجيبيهم الى بريطانيا تحت مظله الاوبير. الفيزا الاولى هي يوت موبيليتي سكيم فيزا. هذه الفيزا مخصصه الى دول معينه، للاسف ليس لدولنا احنا العربيه. فإذا أنت من كندا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، هونغ كونغ، تايوان، وكوريا وموناكو أيضا، راك تطلب الفيزا ديال يوت موبيليتي سكيم باش تجيك أوبير. إذا كنتي لا أوروبي ولا من الدول اللي أنا طلبتها، كيفاش تجي لبريطانيا تحت مظلة الأوبير؟ تجي بفيزا دراسة تو سامبلومون بتير 4 جنرال ستودنت فيزا. نعم ليس هناك فيزا اسمها فيزا اوبير لبريطانيا، ليس هناك هذه التسميه، ليس هناك فيزا اوبير. انت تاتي بفيزا اخرى وممكن تكون يعني جالس عند عائله مضيفه تحت نظام الاوبير، لكن من باش تطلع من بلدك
تطلع بفيزا اخرى، غالبا فيزا الدراسه. لماذا؟ لانه الشرط في الاوبير لازم السن ديالك يكون ما بين 18 الى 30 سنه، ف 30 سنه هو الماكسيموم. ف تجي بفيزا جنرال ستودنت فيزا، فيزا دراسه، و تتكون جالس مع واحد العائله. ربما غتقول لي اشنا هو الهدف طالما انا غادي ناخذ فيزا الدراسه، اشنا هو الهدف نكون اوبير؟ هذه الميزه في هذه المساله ان على الاقل تتنقص عليك مصاريف الايجار ومصاريف الماكل، واضافه الى ذلك العائله اللي انت جالس معها راه تعطيك مصروف الجيب اللي هو ما بين 70 الى 85 جنيه استرليني في الاسبوع. يعني لانك انت لا تعتبر امبلويي، انت ماشي واحد تشتغل، فالعائله ليست مضطره انها تعطيك المينيموم ويج اللي هو الحد الادنى للاجور، لا، تعطيك مصروف الجيب، تعطيك بوكيت ماني فقط ما بين 70 الى 85 جنيه استرليني في الاسبوع. فهذه هي شروط الاوبير الى بريطانيا. فالان غادي نجي للناس اللي بعثوا لي، اللي هما كثر، وقالوا لي راه عائلة في بريطانيا بعثت لنا عقد عمل باش نكون مربية اطفال كحسن مظلة الاوبير. اولا الكلام يعني هادشي كله ما راكبش على بعضياته. باش حد يبعث لك كونترا عمل، هذا مسألة اخرى. كونت عقد عمل تطلب فيزا عمل، وانا رانا حاطه في القناه فيديو حول فيزا العمل، تيكون كونترا وهناك شرحه فيه يعني الحاجات اللي لازم تكون في ديك الكونترا باش تاكدوا من ان الكونترا او العقد سليم. فاذا عندك عقد عمل، واشك في ذلك، اشك ان عندك عقد عمل كناني كمربيه اطفال، مربيه الاطفال تعتبر او العاملات في البيوت يعتبرون من الوظائف اللي هي ماشي هايلي سكيلد، يعني ما عندهاش مهارات عاليه. وهما ملي تيجيبوا عمال من برا هنا في بريطانيا راه تيجيبوا عمال اللي عندهم مهارات جد عاليه، لانهم اسهل لهم يجيبوا عمال من اوروبا اللي ما كاينش مشاكل، غادي يجيو من غير فيزا. فباش يجيبوا عمال من دولنا العربيه نحن، اشك في ذلك، اشك في ان هذاك العقد سليم اللي تيقول لي راه بعثوا لي عقد، ويا ريت توريو هذاك العقد لحد يقرا الانجليزي ويستوعبه في نفس الوقت، ليس فقط يقرا ويفهم الانجليزي. وريو هذاك العقد، هل هذاك العقد سليم ام لا؟ ف من اجل انه يعني شنو حصل فجاه بريطانيا، العائله في بريطانيا تبعثوا عقود للمغاربه وللجزائريين. لماذا المغاربة والجزائريين؟ لأننا احنا اللغة الأساسية العربية والثانية هي الفرنسي ليس الإنجليزي. يعني عارفين بأن الناس ما عندهمش قدرة على استيعاب الإنجليزي جيدا. يعني أنت ممكن تقرأ عقد إنجليزي أوكي، لكن باش تفهم شنو في العقد أو تفهم هل هذاك العقد صحيح أم لا، ما غاديش تقدر. فهذو الطرق من طرق النصب. إضافة إلى الناس الثانيين اللي قلتوا لي رام طلبوا منكم تبعثوا مبلغ مالي كضمان او كوديعة، تبعثوه عبر موقع Perfect Money. كنتوا اكثر من واحد قلتوا لي على Perfect Money. Perfect Money هو موقع ليجيتيم، يعني موجود وقانوني، موقع لتحويلات الفلوس، تحويلات عن طريق الانترنت، هو قانوني، لكن هو في نفس الوقت غطاء للسكامرز اللي هما النصابين تنصبوا دائما، عندهم وسائل مختلفة. ف بمجرد انت ما غتبعث ليه الفلوس ما غاديش تبقى تسمع عليه، لانه اساسا ليس هناك نوع من الفيزا اللي تقول لك بعت مبلغ مالي الى جهه معينه او الى شخص معين، لا، ما كاينش هادشي. تيقولوا لك لازم يكون عندك واحد مبلغ مالي حقيقي كضمان او كتبين، ولكن في حسابك البنكي انت لازم يكون عندك حساب بنكي في واحد المبلغ، احيانا بتكون محدد بالرقم، لازم يكون عندك على الاقل مبلغ كذا كذا في حسابك البنكي. وحتى الايجنسي اللي هما معترف بهم ومعتمدين هنا ديال الاوبير، ملي تدخل لهم، وانا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي هما British Opera Association، غنخليها لكم في صندوق الوصف، وهناك غتلقاو الايجنسيز المعتمدين اللي ممكن تسجلوا فيهم اذا بغيتوا توليو اوبير، تجيو تحت نظام الاوبير. وفي هذاك المواقع
الموقع رزق هناك تحذير تيقول لك حنا ما عمرنا ما غنطلبوا منكم انكم تبعتوا الفلوس الى ايجنسي معينه او الى شخص معين. فياريت ياريت تتفك ما تخليوش يعني هذاك الحلم ديالكم في انكم تجيو للخارج وتستقروا يعميكم عن الحقيقه. لا يوجد اي يعني عائله غادي تقول لك حط لي مبلغ كذا كذا كضمان وملي تجي راه ما غادي يردوه لك ولا سامثين لايك ذات. لا هذا غير منطقي في الحقيقه. فبالنسبه للاوبير غنقولها ثانيه، اوبير الى بريطانيا هذه هي الطريقه الوحيده اذا كنت انت غير اوروبي، كنت غير من الدول اللي انا ذكرت الدول القويه اللي هي كندا واليابان وغير، فتجي بفيزا دراسه. هذه هي الطريقه الوحيده اللي ممكن تجي بها. ويا ريت لو هناك حد يشوف الفيديو وجا لبريطانيا تحت مظلة الأوبير يخليها لي في التعليق، يقول لي أنا جيت بالأوبير باش الناس كلها تستفاد منه، نشوفوا الطريقة اللي جا بها بالأوبير. على الرغم أني متأكدة من هذا الكلام اللي أنا تنقوله، متأكدة من أنه ما غاديش نقول مستحيل تجي لبريطانيا بالأوبير، ولكن تجي لبريطانيا بالأوبير عن طريق فيزا دراسة. فلو شي حد جا لبريطانيا الأوبير يقولها كنا نستافدو، أو نتوما إذا تعرفوا شي حد بطريقه شخصيه تتعرفوا يعني تثقوا فيه وقال لكم رجع فعلا بريطانيا بالاوبير خليوها في التعليق باش كنا نستافدوا. فوصلت الى نهايه الفيديو، نتمنى انه يكون افادكم، وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.